يؤكد على المجلس الأعلى للقضاء بأن يقوم بدوره كاملا مع الانخراط بكل حزم على الاحترام على احترام ضوابط وأخلاقية القضاء والتصدي لكل الانحرافات والتجاوزات التي تسيء للمصداقية. لقد كرس الدستور العديد من الحقوق ومن ضمنها الحق في التقاضي، وإن ممارسة هذا الحق لا يؤدي لتحقيق الغاية المرجوة منه إذا لم ترافقه إجراءات تسهم في حسم الدعوى في آجال معقولة. فالمحاكمات التي تستمر لسنوات تولد الشعور بعدم الرضا لدى المواطن وتطول معاناته لاستعادة حقوقه. ولذا فإننا نتطلع لبذل المزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا واستكمال مشروع التحول الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني والعمل على إدخال المرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها.